السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. محبة النبي صلى الله عليه وسلم فطرة في قلب كل مسلم، وطول عمري بقول إن حب النبي مش ادعاء أو مجرد زعم، لكن لازم يكون الحب عملي. محبة النبي صلى الله عليه وسلم سعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة. إزاي؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين. طيب يا شيخ أحمد. ومصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بخير وسعادة بمناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل سنة وحضرتك طيبة. يعني احنا في شهر ربيع الأول، ودايما احنا نقول ربيع الأنور، بنحتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأصل ان هو نحتفي به في كل لحظة عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا الاحتفاء بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أنواع: احتفاء بأن يجعل الناس هذا اليوم عيدا كعيد الفطر والأضحى، وهذا ممنوع لأنه لا عيد إلا عيد الفطر والأضحى. لكن الحاجة الثانية اللي هو أن الناس تحتفي بقراءة سيرته وحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، فهذا مستحب اللي احنا نحتفي ان ده ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فرحانين بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأ سيرة النبي، نعلم الناس أخلاق سيدنا النبي، فده مستحب. أمر آخر، واحد يقول والله يعني عادي، يعني الأمر بالنسبة لي لم يفعله مثلا، واحد يقول لك، الناس اللي يقول لك ما فيش مشكلة اليوم عدى وعادي كده، فده ما فيش مشكلة، ده مباح. لكن احنا بناخد بالأمر الوسط اللي هو يا اخوان هو ايه، ان احنا لا بنحب سيدنا النبي فبنحتفي برسول الله عليه الصلاة والسلام، نحاول قدر الإمكان أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، اللي احنا نعظم سيدنا النبي في نفوس الآخرين. طب والناس هتعرف سيدنا النبي ازاي يا أستاذ دعاء؟ باتباع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة سيرته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. عشان كده بنقول ان محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض. احنا بنحب سيدنا النبي، واحد يقول انا بحب، ده الدعاء، وانا متأكد ان انت بتحب النبي، بس الحب درجات، في واحد بيحب 1%، واحد بيحب 100%. انت فين حتة؟ في 1% ولا اكتر شوية ولا وصلت؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي مرة مع سيدنا عمر، فسيدنا عمر بيقول له يا رسول الله انا بحبك جدا، بحبك باكتر من كل حد بس الا من نفسي. سيدنا عمر كان صادق، سيدنا عمر صادق، فسيدنا النبي قال له لا، حتى اكون احب اليك من نفسك. للدرجة دي فسيدنا عمر ما جاش على الفور قال له خلاص يبقى انت احب الي من نفسي، ما عملهاش. لكن سيدنا عمر بدأ يستدل هو ليه النبي يكون أحب إلي من نفسي، لأنه وجد إن إحنا كرمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن الله أنقذنا من الضلالة إلى الهدى والنور بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن إحنا مش هندخل الجنة إلا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لولا الله ثم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما اهتدينا بسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى طول صحح المعلومة على طول وقال له يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. سيدنا ابن حجر بيعلق في الحتة دي يقول أي الآن عرفت الحق فنطقت به يا عمر. يبقى ده الحق، الحق اللي أنا بحب سيدنا النبي أكتر من نفسي، أكتر من روحي، أكتر من أبويا، أكتر من أمي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه أنا بحب النبي؟ ليه أنا بحب النبي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس يحشر المرء مع من أحب. وأنا بقول يا جماعة وإحنا في شهر ربيع محتاجين كل واحد يجيب كتاب سيرة، يبدأ يعلم أولاده سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يحكي قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبدأ يشوف النبي تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الكبار، مع الصغار، مع النساء، مع الأطفال، حتى مع الحيوان كيف كان عليه الصلاة والسلام، حتى مع الأعداء إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الأعداء عليه الصلاة والسلام. إحنا بنحب النبي عشان قال يحشر المرء مع من أحب. سيدنا أنس لما سمع ده بيقول والله إحنا ما فرحناش بشيء أكتر من اللي النبي قاله يحشر المرء مع من أحب. ليه يا أنس؟ قال له عشان أنا سأحشر مع النبي، أنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معه. شوف شوفي ده كلام سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أنا هقول لك يا أستاذة دعاء على موقف، تخيلي أنا وحضرتك كده وبتاع وواقفين، وبعدين أنا وحضرتك وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعانا ناس، وبعدين بقول لك اتفضلي يا أستاذة دعاء، أنت واقفين عند حدود مكة، نسأل الله أن يرزقنا يا رب حج بيته الحرام يا رب، على حدود مكة، وبعدين بقول لك روحي ادخلي، روحي لزعماء قريش وقولي لهم احنا ممكن نعمل عمرة السنة دي، تسمحوا لنا؟ يعني اصل احنا مش جايين نحارب، احنا جايين نعمل عمرة خلاص،
وهتقعدي في مكة كام؟ أسبوع؟ أسبوعين. ها؟ والبيت الحرام قدامك، هتعملي إيه؟ هتطوفي ولا مش هتطوفي؟ هتطوفي بالبيت الحرام ولا لأ؟ أكيد هتطوفي، صح؟ سيدنا عثمان ما عملهاش. شوف أنت بتقولي أكيد وطبعاً، سيدنا عثمان ما عملهاش ومرضيش يعملها. ليه؟ هقول لك أنا. لما راح سيدنا عثمان وطلعت إشاعة إن سيدنا عثمان اتقتل، وبدأوا يبيعوا بقى اللي إحنا نثأر لعثمان، فجأة لقينا عثمان بن عفان جاي على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. إيه ده؟ فأول ما شافوه فرحوا، فقالوا له هنيئا لك، لقد اشتفيت بالبيت. يا سلام بقى، ده أنت إيه، قعدت الطفل لغاية لما شبعت بالبيت الحرام. فقال بئس ما ظننتم به، والله ما فعلت وما كنت أفعل ولو مكثت سنة ورسول الله بالحديبية، وما كنت لأطوف حتى يطوف رسول الله. يعني انت عملت ليه يا عثمان كده؟ لأنه حاطط قدامه إيه؟ حتى أكون أحب إليك منين؟ من نفسك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ناخد بقى تليفونات، نبدأ بنورة معنا. ازاي حضرتك يا استاذه؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ الحمد لله. انت بقالي فتره إيه؟ كبيره قوي ما كلمتكوش، والله زعلانه جدا كنت. اهلا وسهلا، نورتينا. ربنا يخليكي. كنت عايزه اطلب، كان ليا سؤالين وطلب. اتفضلي. ماشي. اول سؤال كنت عايزه اسال، صلاه الفرق بين صلاه الوتر، يعني انا متلخبطه في صلاه الوتر والمغرب، يعني مش عارفه في واحده فيهم بيقولوا لازم اقول التشهد اللي في النص، وفي واحده لازم اصلي الثلاثه ورا بعض. طيب ماشي، حاضر حاضر. انا بين الوتر والمغرب. حاضر يا فندم. وسؤال تاني، كنت بص حضرتك، انا عندي اختي جوزي هنا في البيت، يعني انا بصلي الحمد لله وكل حاجه، فانا خليتها تصلي الحمد لله. انا جيت في مره وقلت لها ما ينفعش ولازم تصلي، ويلا نصلي انا وانت، وخليتها تصلي، وبقيت اخليها يعني، وتعلمت مني حاجات كتير قوي، وخليتها تذكر ربنا كتير وتصلي على النبي وتعمل حاجات كتير قوي، وعلمتها تقرا في المصحف. بس انا المشكله بقى فيها دلوقتي، انا غيرت قوي بصراحه. غيرت يعني من ايه؟ كل ما اشوفها انا قاعده زي ما انا الحمد لله، بل وبزيد الحمد لله في الطاعات وكده، بس انا كل ما بشوفها بتصلي او كده اقول لا انا هصلي اكتر منها. اما بشوفها مثلا بتقرا في المصحف استناها تخلص واقوم واخده المصحف واقعد اقرا اكتر منها. فبقول يعني انا علمتها وبعد كده انا رجعت انا غيرت، فمش عارفه انا ليه الاحساس ده صح ولا غلط. دي غيره محموده. المهم بس سموها الغبطه. دي غيره محموده. كان احد الصالحين اسمه ابو عثمان يقول ايه؟ يقول ما سمعت ان احدا تعبد لله بعباده الا تعبدت بمثلها وزدت عليه. كان يقول كده. وكان سيدنا الحسن يقول من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحر. وبعدين أنا لما بشوفه بيقرأ القرآن فأنا بنفسه، ده دين، فأنا هقرأ زيه ويمكن أكتر منه. فالغيرة هنا محمودة. ربنا قال وسارعوا، فدي مسارعة في الخيرات، مش اللي هو بتمنى إن النعمة تزول، إن هو نعمة قراءة القرآن، أو أنت مثلا تيجي تقولي يا ريتني ما قلت لها تقرأ قرآن، لا، هنا هتبقى إيه، مذموم وحرام. طب لو انا بشوفها فغيرت، هي بتقرا زي ما انت بتقولي كده، فاروح انا كمان اقرا قران. بس هاتي مصحف تاني، مش لازم تاخدي اللي في ايديها. هاتي مصحف لنفسك، او هاتي لها مصحف في ايديا. طبعا طبعا. وكل ما هي السواد. انا عاوز اقول لك حاجه، كل اللي هي بتعمله وانت كنت سبب فيه في ميزان حسناتك انت. طبعا ده مهم تفرحي اصلا. طبعا. واللي انت بتعمليه كويس، اللي هو الغبطه، اللي هو ايه، عارفه قلبك حامي كده، قلبك بياكلك على الطاعه، فهي اشمعنى بتقرا؟ انا هقرا وزياده. بس هي في حدود انها ما تقلبش حاجه وحشه الغيره. طبعا طبعا. اللي هو مش بنلاقي ايه، يا ريتني ما قلت لها. لا يعني يا رب ادخل الجنه وهي لا، يعني بلاش دي. يا رب. ربنا يرزقنا الجنه جميعا يا رب. الحاجه الثانيه اللي هو انت متلخبطه بين صلاه الوتر وصلاه المغرب. لا، انت مش متلخبطه بين المغرب والوتر. المغرب ثلاث ركعات. لا، بتقول لك اللي في وسط ما بين المغرب والعشاء. لا، ما انا هقول لحضرتك، هي بتتكلم على التشهد الاوسط. هي المغرب ثلاث ركعات. طب بنقرا بنصلي ركعتين وبعدين نجلس للتشهد الاوسط، نقرا نص التشهد. خلاص، دي صلاه المغرب. بس هي بتتكلم على ايه بقى؟ الوتر انا اصليها ازاي؟ هي ثلاث ركعات؟ ممكن تلاقي اصليها ركعه، اصليها ثلاثه، اصليها خمسه، اصليها سبعه وهكذا. طيب اصليها ازاي؟ ركعه ركعتين وركعه، ولا اصليها زي المغرب؟ بعض العلماء قال كده على فكره بالمناسبه. هي كذا طريقه.
نفس الطريقه ليها كذا طريقه صلاه الوتر. يعني اللي هو اصليها ركعتين وركعه، يعني ركعتين واسلم وبعدين ركعه مفيش مشكله، اللي احنا بنسميها شفع وتر يعني. او اصليها ثلاث ركعات متصله بتشهد واحد، ركعه اولى اثنين واقوم، ما اقعدش بقى في النص وبعدين اختم في الاخر بتشهد واحد بس، يبقى ثلاث ركعات بتشهد واحد مفيش مشكله. او اصليها زي المغرب، وهذا كرهه بعض اهل العلم، كرهها الطريقه دي بعض اهل العلم، لكن عملتها ما فيش مشكله. اللي هو اصليها زي الايه، زي ما طب انتوا كرهتوها ليه؟ قالوا عشان ما تبقى ايه، تبقى شبيهه على المغرب. ما تبقاش شبيهه بالمغرب. طيب انت تعملي ايه؟ اعملي انت عندك الثلاث طرق اهو، عندك يا اما ثلاث ركعات ورا بعض وده ما فيش مشكله، او تصلي ركعتين وتفصلي يعني تسلمي وبعدين تقومي تجيبي ركعه وايه وتسلمي. معانا منى، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا مدام دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. الله يخليك يا حبيبتي. ممكن اسال الشيخ سؤال؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك. لو سمحت يا شيخ، هي واحده صاحبتي استشير يعني وقالت لي، قالت لي اسالي لي السؤال ده. خالها مات الله يرحمه، وسايب فلوس في البنك، وعنده ولدين وبنتين، الولد الثاني مش يعني مش من الام، مش من الام، من الاب بس، يعني عنده ولدين. فشايف فلوس، فالفلوس دي قال للاحفاد، احفاده اخو البنين، لكن الثاني يقول لا هو مش سايب له حاجه. يعني ايه سايب لاحفاده مش سايب يعني ايه سايب لاحفاده؟ ولاده لا، ازاي يعني؟ لا هو مش هيدي حد خالص، قال لاحفاده الاثنين، لكن لاولاده ولا الولد الثاني اللي من ام ثانيه لا ما ياخدوش يعني. ما ياخدوش، هو قال لي الاحفاد دي. طب كلام الولدين الاحفاد. ما ينفعش الكلام ده. كل الاولاد يورثوا، كل الاولاد يورثوا. واحفاده دول باباهم موجود ولا مش موجود؟ لا موجود، بس يعني الحاله الماديه وحش. اذا كان في وصيه فهم ياخدوا في حدود الثلث وخلاص. الثلث وخلاص. لا مش وخلاص، يعني هياخدوا الثلث الاول وبعد كده الثروه ترجع تتقسم تاني، صح؟ ايوه هي بتتقسم. بس هم يعني البنات مش عايزين، هم البنات مش عايزين. مش عايزين ايه؟ مش عايزين من الورث ده، من الفلوس دي. طيب ماشي، مش عايزين ليه؟ هم متنازلين. لكن الولد يعني؟ الولد الثاني عايز، بقول لك انا عايز ورث. طب ما ياخد حقه. بيقولوا باباك ما قالش كده. لا مفيش حاجه، باباه ملهوش علاقه، ملهوش علاقه. ده مخالف للشرع. ده مخالف للشرع. يعني الحكم الدين ان هو اخوهم ده ياخد. هو عامل وصيه ولا شوفي نعم؟ عامل وصيه ولا مش عامل وصيه؟ لا انا مش عامل ده كده كلام. كلام. وفي ناس مقتنعه بالكلام ده ولا مش مقتنعين؟ في بنات مقتنعين. هو الاخ ده عايز ورث، ياخد ورثه كامل، ياخد ورثه كامل لا يقل جنيه واحد. واللي عاوز يتنازل للاولاد والاحفاد يتنازل. محدش يقول له باباك قال له ما قالش، لا خلاص. ده اصبح ميراثا، هو ملك للورثه. وما ينفعش اللي احنا نتعدى حدود الله، دي حاجه. الحاجه الثانيه يا جماعه الخير، نحن لا نستقبل تاني لا نستقبل مسائل الميراث ولا مسائل الطلاق ولا مسائل الرضاع على الهوى، لان دي تحتاج الى لجنه الفتوى بالازهر. لازم نقعد ونسمع كده الاطراف. روحوا احسن. ما هو زي الشيخ الحاكم ولا يعني بيقول ان انتوا كل الاطراف، كل الاطراف تروح لجنه الفتوى في الازهر. بس هم يرثوا، هيرثوا، محدش يقدر يمنحهم من الميراث. ماشي، احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. ناس كتير بتحكمها ان الدية في العلاقات والمصلحة، يعني عشان اتحرك اجيلك لازم اكون هستفيد، وانت كمان انا بشتري سلعة محتاجها وبديلك مقابلها فلوس انت محتاجها وهكذا. المفهوم ده موجود في كل حتة في الدنيا الا في عمل الخير الخالص لوجه الله. انت بتعمل الخير فعلا ومش مستني شكر من حد، ولا بتعمله رياء او نفاق او سمعة، بتعمل الخير وبترميه في البحر زي ما بنقول. اهلا بيكم مره تانية، ورحله الخير اليوميه برعايه مؤسسه فذكر، وضيفنا الشيخ احمد المالكي. اهلا بيك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحه يا رب، ويرمي ويعني اعمل خير ونمي البحر.
ما هو على فكره الكلمه دي مش غلط ولا حاجه، اصل في ناس بيقعدوا يقولوا اصل الكلمه دي غلط. لا، انت بترميه في البحر، البحر ده بيفضل الموج يزيد يزيد ويكتر ويجيبه تاني على البحر، يدل على الخير وعلى البركه والرزق. بالظبط، ورزق. نعم، وكانهم يقولون معناها ان انت ارميه يعني في الزباله. لا 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 لا، بالعكس، ويرجع لك تاني. انا بس عاوز اقول حاجه يا استاذه دعاء، ان الامثال لما ضربت وقيلت ما اتقالتش في زمن جهل. لا، ده زمن فيه علماء. ولو المثل ده غلط كان على الاقل سمعنا عالم من العلماء بيقول يا جماعه ده المثل ده غلط، مش الكلمه دي. صح كده ولا ايه؟ لكن هم كان لهم مقصد مهم جدا، اللي هو البحر، يقول لك ده البحر يحب الزياده. ايوه، وما شاء الله البحر كله خير. ولما تشوف رؤيه في المنام ومش عارف ايه ففي رزق، فهو يقول لك ارمي البحر عشان ايه؟ مش بياخد، ده بيرمي على الشط على طول. فانت اديت الجنيه بيجيب لنا تاني، فالجنيه هيعمل لك ايه؟ شوف بقى يا باشا، بقى هيجيب لك سمك. سمك يعني خير كتير، هيجيب لك لؤلؤ، مرجان. هو الكلام ده فين؟ ما هو موجود في البحر. فهو المعنى اللي هو لو اديت الجنيه، اللي هو بدل ما يقولوا بقى من جاء بالحسنه، كان اهالينا ناس طيبين مش حافظين الايه، فهيقول لك ايه؟ هيقول لك ارمي الخير وارمي البحر، اللي هو من جاء بالحسنه فله ايه؟ فله عشر امثالها. اللي هو زي عاوز يقول لك ده السنبله بتجيب 100، فهو قال لك اعمله ده وارمي البحر. هو عاوز يقول كده، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إيه يا مولانا ده؟ يعني هم كانوا قصدهم كده؟ ده هم أحيانا بيبقوا أفقه مننا والله. يعني أحيانا بعض الناس تعترض على هذه الأمثال يا أستاذة دعاء بجهل، وممكن يبقى ما شاء الله بروفيسير حاجة كبيرة جدا يعني، بس الراجل العامي ده اللي ما دخلش مدارس ده كان أفقه منك يا سيدي. سبحان الله. وبالتالي هو فهم من الشيخ بتاع الجامع اللي هو بيتكلم بالراحة ده، وبيقول لهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الجنيه ده اللي هو اللي بتعمله ربنا بياخده وبعدين يربيه لغاية لما يبقى زي جبل أحد، أعظم من جبل أحد. عارفين يا أولاد يعني إيه جبل أحد؟ يبدأ يوصف لهم. فالراجل يقول لا، يعني أنا جنيه يوصلي في الميزان ده؟ أنا في عرض حسنة، ده أنا بصلي بقول له يا رب استرها معايا. أمال لو عملت الجنيه ده لله، للفقراء، دول إخواننا، دول إخواننا، دول أهالينا، دول أمهاتنا، اللي أنا بعمل الكلام ده، بتعمل جنيه وربنا هيبارك لك في الباقي، ربنا هيعوضك خير. والقصص كتيرة جدا، يعني واحد يقول لك إيه؟ اسأل مجرب ولا تسألش طبيب. طب يعمل ايه؟ تروح تسأل المجرب عملت ايه؟ يقول والله ده انا في يوم من الايام عملت كده وكنت في حالة صعبة جدا جدا، وبعدين لقيت الدنيا كلها فتحت علي. انت متخيلة؟ يا نهار ابيض، كل ده عشان ايه؟ كل ده عشان انا عملت الخير، عشان وقفت جنب الفقير. بس وانت بتعمل انوبانيات اكتب لو سمحت، اكتب انا بعمل ده مساعدة للفقير والمسكين عشان ادخل عليه السرور. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سرور تدخل على مسلم، وهو يتكلم عن أحب الأعمال إيه؟ إلى الله عز وجل. شيخ أحمد، تعالى نشوف مع مشاهدين أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة ونرجع لكم. كنا ماشيين في قرية فقيرة اللي في محافظة بني سويف، كان عندنا مهمة خيرية تبع مؤسسة فذكر، فلقينا حد بيشاور للعربية اللي كنا راكبينها. نزلنا وابتدينا نفحص الحالة ونسمع منهم، لقينا أنسب حاجة لحضراتكم تعيشوا معنا الحكاية. وحكاية عم عثمان النهاردة أكيد كل واحد عنده قلب بيحس بغيره، ما بيحسش يعني اللي هو عايز يسيب غيره متضايق أو حاجات كتير ومشاعر مختلطة.
معاشك كام؟ مفيش معاش. امال بتصرف منين؟ من ربنا هو اللي بيديني. عندك كام عيل؟ معايا 3 عيال، 2 متجوزين، 3 متجوزين وعيل لسه قاعد على جنب. عيل ده بيصرف على نفسه؟ مسكين بيصرف على نفسه. وانت بقى بتصرف على مراتك منين؟ عند ربنا بقى، ما حلتش حاجه. مراتك بترد تقول والنبي قاعدين كده؟ قاعدين والله. ما فيه اهو، انا ده علاج لرجلي وده علاج لرجلي وده علاج للعناية. مش اقول لك مثلا انا بضحك عليك اهو ليز اهو وما فيش. يعني هي المشكله الاساسيه بتاعتك عينيك؟ عيني. الميه البيضاء اللي في عينك. الميه البيضاء اللي في عيني دي باذن الله هتتعمل. ربنا يقابل كل ان شاء الله. ربنا يقابل كل. ايه المشكله الثانيه اللي عندك يا مصطفى؟ المشكله الثانيه انا طبعا قاعد وطين جوه زي ما انت شايف كده، والفرن بتنفع عيني. مش مسقفين؟ مفيش سقف. مفيش. انا ما اقدر اعبش بوص جري. وما فيش حاجه بروح، احنا قاعدين كده بنبص الفرن بتريح حواليك. الفرن تنزل لك من السقف؟ تنزل ولا بتنزل عليها كده. امال في الشتاء بتعمل ايه؟ حبيت عندي جرا ولا فيش حاجه، ولا كش دخل لي ولا في حاجه داخله لي ولا بنظر على بتدعي ربك تقول له ايه؟ بدعي ربنا سبحان الله وتعالى يشفيني، بس يحش عني المرض اللي في عينيا. اشترك من ربنا ويحش المرض اللي في عينيا بس، والسطره منها واللي يجيني قبلي. انا مش طالب غير من ربنا سبحانه وتعالى بس، عنده بعيني كده اشوف الناس واللي يجيني يقضي. الحمد لله على كده. يعني اعمل ايه؟ لا معاش، قعدت اقدم على القبض يقول لك موجود ولا فيش قرش دخل. وانت ديك شايف العلاج اللي انا باخده بكام العلاج شهريا؟ والله العظيم العلاج ده على كده قطع بالفي. والله العظيم ومستلف الفلوس بتاعها. بتستلف فلوس العلاج بتاعها؟ والله العظيم بيمين بستلف الفلوس بتاعها. امال انت بتعيش بكام لما انت جايب علاج ب 1000 جنيه؟ انا مفيش. انا عايش يعني ربنا سبحانه والله وتعالى مش بينسى حد. ولا بتنزل تفلح ولا؟ لا يعني ما بتكشفش على رجلي. انا بقول لك العلاج بقدر رجلي اهو. رجليك كان فيها غلطه؟ لا رجلي انا واخده فيها، ما اعرفش خشونه ولا ما اعرفها، وكشفت كذا مره يقول لك نكره. ايوه طيب انت مين اللي بيصرف على البيت؟ انا مش عارف مفيش. واللي بيتفرجوا علينا مش عارفين. مفيش حد بيصرف. امال بتاكل من ايه؟ من عند الله. الناس يعني بتساعدك؟ بتساعد، في ناس بتساعد ومفيش حاجه. مش داخل لي اي حاجه. انا داخل لي وانا رايح بطلان وقت لا بقدر اشتغل ولا بقدر اعمل، عيني وجعاني ورجلي وجعاني. ومش طالب من ربنا سبحان الله وتعالى غير استاذن بس واعمل عين عشان نضرب الخل. اكتر من كده مش عايز. اكتر من كده هو مش عايز. هو عنده مشكلتين. المشكله الاولى وزي ما حضراتكم سمعتوا بياكد عليها وطول حديثنا اللي فات على موضوع عينه، وباذن الله ده هيتعمل في اسرع وقت، نوعد حضراتكم بمشيئه ربنا هتتعمله. لكن في مشكله تانية، المشكله اللي هو تخيلوا اسره كامله بتقعد في اوضه واحده، ومع ذلك في الاوضه ديت في المطره الميه بتبهدلهم، وفي الحر ما بيعرفوش يقعدوا منها. وبيبات عند الجيران هو وعياله. تخيلوا اعظم نعمه ربنا بيديها لنا هي نعمه الستر، يكون عندنا بيت يقوينا. تخيلوا لما انت حتى البيت مش قادر تقعد فيه. فأكيد الموضوع هيبقى صعب، والأصعب بالنسبة له هو مريض، راجل كبير في السن ومريض، ولا عارف يشتغل ولا ليه معاش وعايش على المساعدات. فهو مش طالب فلوس، كل اللي هو طالبه إن حد يكفل بيه بموضوع عمليته. هي تقريبا المية البيضاء تقريبا آخر سعر سمعته في الموضوع ده 10,000 جنيه تقريبا، حاجة كده. والسقف طبعا غالي. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر مؤسسة فذكر تشوف أولوية الحالات اللي عندها والحالات المستعجلة، بس لدرجة اللي احنا بقى عندنا زي مؤسسة كتير بقى عندنا قائمة انتظار. فده مش هنعرف نعمله لوحدنا، وده ما بنقدرش عليه لوحدنا. فبندعو حضراتكم، بنظهر لكم الحالات زي ما هي موجودة على أرض الواقع. وأوقات كتير حالات بتجيلنا بالصدف، نكون ماشيين زي ما يكون ربنا بيكون رايد اللي احنا الحالات دي نشوف بعض. معاناة بنحاول نخففها، ومش لوحدنا، لكل واحد بيشوفنا عايز تشارك معانا في العمل الخيري دي. الأرقام ظاهرة قدام حضراتكم،
اتواصلوا معانا وقولوا الحاله باسمها، قولوا انا عايز اعمل كذا، انا عايز اعمل السقف، انا متكفل بالعمليه بتاعت عينه، انا عايز اشارك بجزء من العمليه بتاعت عينه. ده كله بتخفف وبتسهل علينا مهمتنا، وهي مهمه خيريه انسانيه في المقام الاول لخدمه اهالينا، ومكملين في المهام دي اللي ربنا بيطرح لنا فيها الخير والبركه وبيسهل لنا امورنا وطريقنا. عم عثمان مش هنسيبه وهنكون معاه باذن الله قريب، ونفرح وهو بيعمل العمليه، والسقف بنعمله له عشان نحاول نخفف عنه. اشوفكم على خير. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 98 88 او 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا التقرير وحالة عم عثمان، ومحتاجة حاجات كتير هنتكلم فيها. عايزة أقول بس إن أرقام تليفون مؤسسة فذكر نازلة على الشاشة طول فقرة الخير يوميا. شفنا حالته طبعا يا شيخ حمد، هو محتاج سقف للبيت ومحتاج علاج ومحتاج حاجات كتير. أنا بس عاوز أعقب على كلمة أخونا يونس وهو بيتكلم، فبيقول له يعني بتاكل منين تشرب منين. هو عاوز يوصل رسالة للسادة المشاهدين إني في النهاية عم عثمان الراجل المريض اللي مش قادر، اللي ما عندوش حاجة، اللي هو لا صيف ولا شتاء مرتاح، فهو محتاج إني في النهاية عايش على ده. هو عايش على ده، هو عاوز يقول للناس السادة المشاهدين إن خلي بالكم، هو الراجل هو قدامكم والحالة والعينة بينا زي ما بيقولوا، فما ينفعش إلا أنا أشوف حالة زي كده يسألني عنها ربي يوم القيامة وأنا أسيبها بالطريقة دي، ما ينفعش طبعا. والله يا أخوانا أنا بشكر الناس السادة المشاهدين والمتصدقين والمتصدقات جزاهم الله خيرا، إن هما في النهاية يعني سبحان الله بيثقوا فينا بفضل الله عز وجل أو المؤسسة، ويحاولوا إن هما يتبرعوا لهذه الحالات. والله تبرعاتكم أنقذت أناسا يعني كثيرين فعلا، اللي اتعمل له سقف فاستريح، اللي دخل له وسط مية فقال اللهم لك الحمد، اللي اتعمل له عمليه بفضل الله عز وجل. طب هو كل ده هم عاملين من باب الرحمه يا استاذه دعاء، ومن باب الثاني اللي هو الرحم. والله جينا يقول وصعبوا علينا، والله يبقى صعبوا علينا دي اللي هو احنا رحمناهم، فاسال الله ان يرحمكم كما رحمتم هؤلاء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. أشكرك يا شيخ أحمد. وقبل ما فقرتنا تخلص أسيبكم مشاهدينا وآخر تقرير مع مؤسسة فذكر، وبعدها أشوفكم بعد الفاصل. كنا لازم نبدأ العام الدراسي بهدية بسيطة لأهالينا داخل قرية الفقيرة في محافظة بني سويف. زي ما قلنا لحضراتكم، قرية الفقيرة محتاجة حاجات كتير، محتاجة أسقف، محتاجة كهرباء، محتاجة مية، ومحتاجة دعم مالي ودعم مادي، وكنا لازم نبتدي العام الدراسي بهديه بسيطه، شنطه وكراسه ولا كراستين وقلم، حاجه بسيطه تساعد الاسر ديت. ممكن تكون هديه ناس كتير تقول ايه الحاجات دي، بس هي في ارتفاع الاسعار اللي احنا موجودين فيها دلوقتي الحمد لله ربنا قدرنا اكتر من 100 اسره هنقدر نساعدهم النهارده او ندخل بهجه عليهم بسيطه، وهتشوفوا مع بعض. في طريق الخير ما بنتأخرش، خلي ايدك معانا والسكة طويلة ما تكملش غير بمساعدتك، في ناس محتاجة ما تتسبش ومساعدتهم أمانة، فرحتهم دي ما تتقدرش دول مفتاح جنتك. في طريق الخير ما بنتأخرش، خلي ايدك معانا والسكة طويلة ما تكملش غير بمساعدتك، محتاجة ما تتسبش ومساعدتهم أمانة، فرحتهم دي ما تتقدرش دول مفتاح جنتك. فذكر طريقك لخير في الحياة، فذكر طريقك لبر النجاة، فذكر طريقك لخير في الحياة، فذكر طريقك لبر النجاة. مفيش حد قدم خير إلا التهاب.
شاركت معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية اللي هنتكلم فيها عن العناية بالشعر وبالبشرة، وضفنا دكتور محمود روزيق مدير شركة ألتن بيوتي. أهلا بك يا دكتور. مبسوط جدا أنا طلعت معك تاني. نورتنا بالدعاء. مبسوط جدا فوق ما تتخيل، يعني اللي هو لو مش هنتكلم ونقول أي حاجة أنا مرضي كده. إزاي حضرتك أخبارك إيه؟ إزيك يا دكتور، أهلا وسهلا. أنت ليكي طلة حلوة قوي بصراحة، يعني علشان أنت من الناس المقنعة. وليكي طله كده ايه بتهدي الاعصاب، يعني انا من هوايتي ان اتفرج على دعاء عامه بصراحه. اهلا بيك يا دكتور، نورتنا. بصي انا قلت لهم حتى على البيج النهارده، في مش مفاجاه، في تكنيك جديد سهل قوي وممكن هي تعمله ليها لو هي عايزه تبقى دلوقتي، عرفت الجو ده دلوقتي اموره وحلو وتمام من غير ما تحط مكياج كتير وتاخر الخروجه وتبوظها. طيب هقولها لك على الاول، نقول للمشاهدين ايه المنتجات اصلا اللي شركه ألتن بيوتي بتعملها. انا دلوقتي مركزين في حته اللي هو ايه، بديل الفيلر والبوتوكس. أيوة. بس البوتل نفسها ما فيهاش ولا فيلر ولا بوتوكس. ايوه تمام، يعني مكتوب عليه تفتيح وتقشير. تمام كده، كومبوننت كتيره جدا بما فيهم الالفا اربيتين، بما فيهم الكوجيك اسيد، الجلايكوليك، الخ 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 كتير، 15 برودكتس. لو دخلوا على www.altin-bio.com السايت هيلاقوا كل الكلام ده جوه الكريمات. بس انا مركز قوي على ايه، على اسكوربيك بارميتات اللي هو اقوى 30 مره من الفيتامين سي العادي، اللي انا بتك عليها اول ايه، لنعاء بره وجوه مفيش حد بيعرف يجيبه بجد، يعني في ياما ناس بتعمل ابحاث، كنت بقول لك الحكايه دي في الجامعات وكده، ما بيعرفوش فبيدوروا على اي حاجه تانية، بحظهم وحش اللي جاله حاجه زي كده. احنا واخدين ترخيص وزاره الصحه واخدين كواليتي كنترول في الحته دي بالذات، عشان كده حتى ساعات اللون بيبقى اسود، مع انه مثلا ايرلس بامب، يعني البامب ده عمره ما يتاكسد، بس هو ممكن اللون من ابيض لاسود. يعني لو فرضا انا احنا زهق بقى ابيض، بس لو اسود مصلحه، ما هو اصلا كل ما يسود كل ما يكون احسن. حتى الاختيار احسن ليه، ان هو المفروض يتاكسد، يعني الكومبوننت بتتقل. الكومبوننت بتتقل عشان كده هو مكتوب ايه، يدل لك بحركه دائريه. لما يكون غامق ويدل لك حركه دائريه كده، بتروح ايه من لونه ابيض وبيحصل ابزوربشن اعلى. تمام كده، وحتى طبعا بيختار وزاره الصحه ايه، من باف تو يلوش براون اللي هو الديرتي، اللون الغامق ده. التكنيك اللي انا بقول لك عليه زمان كان ده يا دكتور، اللي هو الكريم اللي هو بديل الفيلر والبوتوكس. تمام كده، هو الايفول والوم ستار. تمام كده اهو، تمام. وده الالتين فيدا، الفكره كلها الالتين فيدا ده المفروض فيه الهيلورونيك اسيد الفيلر. تمام كده، تمام. وفي كولاجين وكل الكلام ده، بس انا ما بلعبش على الحته ده اللي طالع ترند، مش ده الفيلر. لا انا بلعب على حته ثانيه، هو هيعرضوا لحضرتك الايفول والمستر والالتين فيدا. ده الشهري على الشاشه اهو، ده الشهري اللي بيتعمل شهري، والتاني الوم ستار اللي هو الاسبوعي. تمام، والالتين فيدا اللي هو اليومي. تمام كده، في تريكايه بقى جميله جدا، يعني حتى الدكاتره بيروحوا الامكاس والامريكان اكاديمي بيروحوا جايبين حاجه اسمها ايه، هيدرا رولر. يعني كل البنات عارفه الديرما رولر طبعا، اصل بتحفز الكولاجين لوحديها وهي نتيجتها حلوه جدا لوحديها. تمام كده، في حاجه تانية بقى، ده سر بقى يعني، او ايه حاجه كده ايه سريعه في الفعاليه. ده شكله تمام كده، اللي هو يا رب يجيبوا شكله اللي هو الهيدرا رولر. تمام، الهيدرا رولر عباره عن ايه، بلاستيكه زبطوطه جدا اهو، ده شكله بالظبط. تمام، هتروح عامل ايه بقى، هي زي ازازه علبه كده بلاستيك. انا عايز اقول لك انا باخدها معايا في اي حاجه كراجل حتى، فاهم ازاي بعمل ايه بقى، واللي فوق دي دبابيس، مايكرو نيدلز. تمام، دبابيس مش دبابيس، حاجه صغنطوطه خالص زي الابر، يعني زي الابر ولا ابر، حاجه اقل. هي اهي اهي ده اللي بعمله، وهي فاضيه ما نزلتش دم، دمي ده مفيش كده خالص، هي هاديه جدا جدا فوق ما تتخيل. بصي بقى الفكره، ادي الايفول اهو خلاص، بتروحي مثلا عامله حط في العلبه الكريم ثاني واحد، مش احنا قلنا ده واحد يومي واحد اسبوعي واحد شهري، قلنا اسبوعي وشهري ويومي. طب لو عايزه نتيجه بقى بيرفكت كله على بعضه كوكتيل بقى. الله، ما طلع ابيض اهو يا دكتور.
ما هو انا بقولك انا بسبق لو اسود مصلحه هو اللي اختار طلع من باف تو يلوش براون ماشي. يعني لو اغماء حتى هم مسبقين في وزاره الصحه وكاتبين ايه يدلك بحركه دائريه هو عمره ما بيتاكسد ليه انت شايفه هو في بومب بيتاكسد لا اللي بيتاكسد الجار الجار ده مقفول فهو طيب. لما بيتاكسد بتبقى مصلحه ليها هو ده غامق اهو فاهمه ازاي لو ادالك هيبقى لونه ابيض تروح قافله كده تمام ما قلبناهمش ايوه اهي اكنك بتعملي اللي هي السترنجه فاهمه ازاي انا بحب الحاجات اللي هي ايه سريعه الفعليه مش سريعه الفعل يعني انت بصي بعد ما احط هتشوفي وش عامل ازاي ما انا برضو هتطلع يعني في نفس اللحظه انا بحب هنعمل بقى كلوز على وش دكتور محمود بس السلام عامل الاول طيب بصي ست معنا عشان نشوف قبله وبعد بصوا يلا يبقى ايه بالطول وبالعرض خلاص كده اللي هي اسمها ايه فيرتيكال وهوريزونتال تمام هما بيقولوا اعمل اكس انا بحب الحوار اللي هو الصليب ده كده اهو بصي تمام اللي هو البلس ها ماشي اهي بالطول وبالعرض بس مستمتع يعني احمر جدا شويه ماشي ما تبقى بصي مش زاد الديرمس طب بصي كده يا دكتور الناحيه دي سوري مش زاد الابيديرمس ده الابيديرمس انا عايز اوصل للديرمس الطبقه القوه بتاعت بصي كده يا دكتور الناحيه دي ايوه عشان الكاميرا دي. ما احنا نعمل خد واحده عشان نشوف الفرق صح خدين عشان يطلع لنا خدود ويبقى حلوين احمر الجلد ما استني بس هو فكرته في ايه بقى الحمار ده مقدم ده حمار وحلاوه بصي انت عايزه تبقي ايه تبقي توحيد للون وتفتيح ونضاره عاليه جدا صح وتشد التجاعيد وتبان صغيره ومحدش يجيب سنك ابدا فاهمه ازاي محدش يجيبك اصلا يجيب في اي حاجه ماشي وبعدين ايه بتعملي انت بس يا دكتور كل ده ولا انت هتعمل الاثنين خلي واحده عشان نشوف الفرق ما هو ماشي تمام واحده بس كفايه يا دكتور احمر قوي ما هو بيحمر وبعدين بيهدى تدريجيا طب خليه بقى هو ده خلي بالك انت فاكره ده مثلا ايه بلاد احمرار بيهدى تدريجيا فبتلاقي وشك كمان مفيش 3 دقايق ايه محمر واتراكتيف جدا فاهمه ازاي وانا محتاج احط ميك اب وانا محتاج احط تن في التن شفت التن الايام السود اللي احنا فيها دي اللي هو الحاجه حمراء كده وبتاع فانت بتحطيها في الحتتين اهو ما تحطش هناك كنت عشان كنت عايز اشوف الفرق بين الاثنين عايز اشوف الفرق طب خلاص خلي الفرق كده لحد اخر البتاع ده بس كده تمام انت لو عايزه تجودي بقى تروح حته صغيره كده من مثلا الالتين فيدا ده اللي هو الشهري ولا الايه ده اللي هو الهيلورونيك اسيد ماشي تمام كده عشان يزود اكتر فاهمه ازاي ده اليومي تمام واحط على شفايفك يعني هو خلي بالك انا بشرب سجاير فانا برضو خايف على شفايف انها تغمق فلا بصي بقى هتلاقي الفرق عامل ازاي ركزوا كده هتلاقي هنا ايه غير هنا هنا احلى الناحيه الثانيه انا مش عارف الكاميرا فين الكاميرا اهي بص كده فين وريني وانا معاك دي الكاميرا دي هات لي في النص انت كده في النص انا كده مش في النص قوي يعني هو على الشاشه في النص بص الناحيتين ايوه ماشي والناحيه الثانيه بقى شفت بقى دي مش الاحمرار قال ازاي انا هجيب سبع هو سبع فين الناحيه دي بصي اهي شايفه هتلاقي في خدود اعلى اهي بصي خليني معاك انا كده بصي بدات حاسه بايه يعني انا حامل ضحكه كده وانت حاسه انهي خدود اعلى ماشي دي اللي هي اللي انا عامل بيها صح كده هي اللي اعلى في الخدود في الاحمرار في الطبيعه صح كده التاني عشان ما عملتش بيها بقى ما بالك لما بعمل الاثنين بتبقى اتراكتيف جدا بقى بحس انا مفوق بحس انا شكلي حلو جدا ممكن الناس تقول لا ده من كتر الابر ورم بس ثانيه واحده ورم انا عايز اقول لك بستنى بيقعد قد ايه بقى بيقعد قد ايه فعاليه صح انا ما بستنى بالظبط بص شكلها حلو زي من بعيد بستنى ازاي ما هو بيعمل الشفايف اهو احمرار للشفايف واحمرار للخدود فبيشد لك التجاعيد يعني هو انتي ايدجنج يعني هو بيعمل لك زي فيلر امتلاء للخدود بيعمل لك توحيد للون وانت شايفه في اي حبايه في وشي مفيش ودايما الرجال عيني لازم يبقى فيهم حته كده ولا كده ولا كده انا مش الحمد لله صافي جدا ليه بعمله كل شهر مثلا كل شهرين فاهمه ازاي بس انا عايز اقول لك على حاجه لو عملته دلوقتي مستمر معايا الفعاليه شفت الحركه اللي عملتها دي متخيل الفعاليه مستمر لدرجه ايه 6 شهور 5 شهور بحس ان وشي مشدود لما بخش اخد شاور انا قلت هتقول يومين اسبوع فعاليته فظيعه يعني انا عشان كده انا مبسوط بيه ليه الاغلب الفيلر والبوتوكس انت متخيله بيعمل ايه لازم تجدد مش عارف كل 6 شهور او كل 7 شهور ولو ما جددتش وشك هيبوظ ايوه ما هو كده وشك هيبوظ لو ما عملتيش كده الفكره كلها في ده لو انت ما جربتيش بعد 6 شهور وفعليا مثلا راحت بعد 6 شهور وشك هيبوظ عادي ما هو مش فيلر
مش بوتوكس. مش عايز اخوفك منهم قوي بس الحقن عامه مش انا بخاف حلو. اصلا مش ناقصه. هو عايز سن لا هو عايز واحد عندها بانيك هو أصلاً. لا هو عايز سن معين سن كبير قوي يعني سبعينات ثمانينات كده فاهمه ازاي. لكن صغيرين وياخدوا حاجات فيلر وبوتوكس ما حطلش شكلهم مش حلو يعني فاهمه ازاي. لكن حاجات طبيعيه زي زمان كنت بقول لك ايه بيحطوا عسل ده بقى طالع موضه يا دكتور في البنات الصغيرين. ما هو شكلهم بقى وحش شكلهم وحش وبقوا شبه بعض ما دي قلت لك عليها بقوا شبه الفلبين. انت نزل التجمع هم في انت مش في التجمع انت دي الفلبين الصين فاهمه ازاي كلهم نفس الشكل. انا لا لا لا, لا ابدا لا لا, لا, لا. لا انا اقول لك انا سني كام انا انت مش هتعرفي تجيبي سني ابدا فاهمه ازاي. ليه بشكل صغير من الحاجات دي ليه لان انا بحط حاجات طبيعيه وبلعب مثلا رياضه. في عندنا حاجه اسمها الجلو فيرم. الجلو فيرم بتعمل ايه بقى تخيل بتعمل ايه بتروح حاطه كريم برد. انا لسه بصي عارفه تصدقي بالله امبارح كلت اكله الله. جامده كده محشي وكروم اسمه ده اللي هو اللي هو ممبار لا ده اتقل اللي هو اسمه ايه مش عارف اللي هو ما حاجة تقيلة كده مع المحشي اسمها ايه بقى مش مشكلة كوارع كوارع اه ايه ده تقيلة محشي بالكوارع. روحت بقى حطت بقى الـ الـ الجل جلو فيرم وهاتها ضغط كده 100 ضغط كده ولا ده حاجة. هو جلو فيرم ده هو كريم ما انا دبتها بقى ما حاجيلك بكرش كده مش حتى لو عامل دايت فاهمة ازاي. روحت حطت الجلو فيرم 100 ضغط بس وخدت شاور ونمت زي الفل مفيش اي حاجة. صحيت من النوم فعلا برضو رحت صحي حطيت الجلو فيرم تاني وبيسخن جامد يعني بيحس انا بيعرقني وشويه ضغط كده وخلاص. البنات بقى بيعمل معاهم ايه بيشيل السوريت والستريتش ماركس بتحطه على ال 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 رجليها بطنها ده انا قبل وبعد وانا تخين في شله وانا سمارت وزي السكر وكده. صوره كريم عبد العزيز الفيل الازرق ورا اهي تمام يعني بصي يا دكتور انت خسيت كام كيلو؟ لا بص ما تعديش ما كنتش بعد ما بص الناس اللي ام دي بتعمل ايه؟ انا نزلت 2 كيلو انا نزلت 5 كيلو بقول لك ايه؟ ما تدوريش على الارقام ركزي ان انت تخسي اصلا لان هم مخهم تعبان برضو اللي هو ايه؟ انا نزلت 5 كيلو يا بنتي مش مقياس. حطي بصي بالعقل كده حطي جلو فيرم اعملي شويه رياضه اتمشي في البيت قللي الاكل تدريجيا طبقين رز يبقى طبق واحد حتتين لحمه يبقى حته واحده تمام كده؟ طيب في عندنا حاجه تانية للشعر كويسه جدا اللي هو التن جريز والتن براجد تمام كده. انا بعمل حركه بقى ايه مش عارف كرج بصي انا كراجل بعمل كده بصراحه. تخيلي بجيب الصابونه وبغسل بيها شعري الصابونه العاديه اروح ملامم الشواب الشعر الميت. انا ما اعرفش البنات مش هتعرف تعمل كده لا حلو ده في الرجال ماشي. جاب الصابونه ولم كده الدنيا لا الصابونه مليانه شعر ومليانه شوائب تمام. بعدين اي شامبو اغسل اي حمام كريم تمام تمام. روح جايب استشوار خلاص كده ماشي كده. الراجل الست اغسلي شعرك اغسلي شعرك بالشامبو عادي تمام كده. ممكن انزل صور الالتن جريز والالتن براجل تمام كده. اغسلي شعرك عادي تمام كده وهات استشوار لازم استشوار في الموضوع. ايوه هو ده الالتن جريز ده بيمنع التساقط وبيخلصك من القشره وبيتقل الشعرايه وبيخلي شعرك حلو وجميل وزي السكر تمام كده. طيب بعد ما تعملي باستشوار هتروح حاطه الالتن التن جليز فهيتقل لك الشعرايه تمام كده. بعديها هتحط نقطه من السيرم ده هيلمع الشعرايه عشان السيرم ده بيعمل ايه فور دراي اند دامج هير يعني انت كده ايه عالجت التساقط وتقلت الشعرايه وكمان بالالتن براش خليت الشعرايه ايه طريه وحلوه وجميل تمام كده. بس انا بتكل على حته الاستشوار ليه انا بعرف استشوار لنفسي او نشفي شعرك ما تناميش كده يعني انت اخدت الشاور نشفي شعرك حطي السبراي او حطي السيرم ممكن ينفع لجوزك لولادك هتلاقي شعرك حلو وجميل يعني. بص انا دايما بعمل لهم الحركه اللي انا متعود عليها دي تمام كده. الحلاق بتاعي حتى مبسوط اسمه احمد رمضان ما بغيروش ليه هو عارف انا بستشور ازاي فاهم ازاي وعارف انا عايز احط بعديها التن براج والتن جريز فطبعا النتيجه بتبقى ايه زي ما انتم شايفين كده. ففي عندنا حاجه تانية برضو اسمها اب دريم بس الوقت خلص اب دريم بس اخر حاجه اب دريم ده للمناطق اللي هي الانوثه بتعمل الشكل الكيرفي وبتعمل شكل جميل جدا. واخر حاجه خالص يهتموا بالسان سكرين. السان سكرين ده اللي هو واقي الشمس ده حلو جدا لان هو فيه كولاجين وفيه ليكورش اكستراكت فهي هتعمل تفتيح وكمان وقايه وعلاج بالظبط.
دكتور انا بشكر حضرتك أنا جدا وقتنا جري. الهدايا ضروري خليته اكتر من الوقت اللازم يعني، بس انا انبسطت جدا معاك بصراحه. اهلا وسهلا يا دكتور، نورتني. شكرا لحضرتك دكتور محمود، وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.